كادر على الكادر عندك انت واش مقاد؟ لا لا زيد اخويا ندير هكا شوف واش الكادر مقاد عندك انت. شوف فيها انا رشدي شوف فيها انسان الناس الا قاعد انت قابلتي الناس ما نساليوش اليوم سمعتيني انسان الناس وبقى معايا انت. اذا مساء الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. اليوم حنا مع قصه ديال التوبه اللي قرر من خلالها رشيد انه يتوب بعد ما انه دوز سنوات ديال السجن ودوز فتره في يعني في هنا في الاسوار ديال السجن. ولكن اليوم بعد ما كان رشيد بالعز ديالو يعني كان بالسيارات ديالو كان بمشروع ديالو كان بمجموعه ديال اللي كانت يعني تتامل ليه الحياه وتتامل ليه لوليداته اليوم تيشوف بانه الابواب كلها مغلقه واستغفر الله العظيم انه ولا رشيد ولا اليوم تفكر في الانتحار. احنا لبينا النداء ديال رشيد من خلال هذا المباشر باش انه وصلنا رساله للمغاربه الناس تنعرفوهم بانهم فيهم الخير باش انه يتساعدوا معاه في هذه الظروف الصعيبه خصوصا انه بغى اللي يمد ليه يد الخير باش انه يخدم وباش انه يجدد حياته وانه بدا انطلاقه جديده في الحياه. تفضل اخويا رشيد يعني احكي لنا كيفاش كنتي عايش وكيفاش تتقلبت بك الحياه. تفضل. السلام عليكم تحيه للمشاهدين. اخويا انا كنت تربيع الحشيش كانت عندي بيشيه ديالي كنت خدام صوم راسي بخير وعلى خير تقبط مشات المرا تلقات راسها عاود تخرجت من المنتف مشيت عاود شفت لي امي واحد من الناس تزوجت جبت واحد السيده مطلقه بنيه قلت راه انا مطلق وهي عندها انا عندي جوج وليدات وهي مطلقه عندها بنيه ولدت معاها جوج. السيده فاش وصلت لهاد الظروف هادي كنت واعده بالتوبه فاش بديت نتوب انايا السيده فاش وصلت لهاد الدرجه هادي تخلات عليا ومشات. ولكن الحمد لله هذا ابتلاء من الله عز وجل. قال لك فعل الخير خير للانسان مما طلعت عليه الشمس. انا والله العظيم الذي لا رب سواه الى اخر حاجه ولا تدبا ليا هو نكمل حياتي في الحبس ولا ننتحر. علاش ما توصلني ملي كنتي بفراشك وبدارك وبمحلك وبطونوبيلتك وكذا صبحتي تدبات في الشارع راه لا اله الا الله. واخا الحمد لله هذا يبتلاء من الله عز وجل. انا ما بغيت لا فلوس ما بغيت حتى شي حاجه بغيت شي واحد اللي يقبض ليا بيديا بغيت نخدم بغيت نصوب راسي بارك عليا من طريق الحبس. ودابا معروض عليا نبيع الشراب والله العظيم بالله الا معروض عليا في منطقة الوداية نبيع الشراب وما بغيتش اقسم بالله قدام لله سبحانه وتعالى تنشوف انا في عمري 31 سنة واش باقي بغيت نعيش شي 31 اخرى من لقى انا الوشام دابا نادم عليه تنقول معايا من لقايا مع الله سبحانه وتعالى اش عندي ربعة الوليدات دابا الحمد لله والامر لله وراه انتم غادي تحكموا. انا ما بغيت حتى شي ريال بغيت شي واحد اللي يشد بيديا يقبض بيديا يعاوني راه الله يجعلها من الحسنات الاولي تتسلب لهم وانا امام الله عز وجل. انا مزوق لكم في الله اخوتي ما تخلوش على اخوكم راه لا اله الا الله راه انا جيت نتعرى لكم راه الله عز وجل هو اللي مطالع انتم هالحاله. صافي خليها رشيد خليها رشيد يعني وليدات قلتي بانه بعد عليك وليداتك ما عايشينش معاك مكرفص. المرا من رمضان مشات بطل لي على عائلتها حتى ولا تيقول لها با هذاك مجرم هذاك كذا صافي قلت لها بنت الناس منين نتي وصلتي لهاد الدرجه هادي سيري راه انت من الطريق وانا من الطريق. صافي كنت كاري هنايا في هاد البلاصه كنت كاري مع شي ناس حاولوا يخرجوني حيت انا بوحدي زوفري هما عائلات واش فهمتيني خرجوني بوحدي. صافي ما باقيش لقيت شي ملجأ وليت تنمشي لبلاصه اللي نقول لك انا تنتأسف الناس اللي تينعسوا فيها وتنتأسف راسي. وليت تنبات دابا عند واحد الاخ صاحبي في السويله مره في الودايه مره هنا مره هنا شي واحد جافر ولا تيبان لي قلت لك نكمل حياتي في الحبس ولا الانتحار جوج الحوايج عندي بنادم. انا كنت بديال وكنت بخير وكنت راه وريتك اخويا قبل التصاور وشتي كلشي بعيني. اما كنتي دار جمعيه كنتي دار جمعيه كنت طلعتي الزيت السكر وكاينين الناس اللي اكدوا لك هذا الشيء هذا لوجه الله تعالى. علاش؟ كنت نقول نكفر على ذنبي على حسب كنت نبيع المونتيف وكذا نكفر على ذنبي واش فهمتيني. دابا وصلت لهاد الدرجه هذه الامر لله تنترجى الله سبحانه وتعالى يدير شي فراج ديالو اخويا. رشيد كي درتي تفقدتي هاد السياره وداك الشيء اللي كان عندك الفلوس وكي درتي هاد الشيء؟ انا كنت نقول لك انا تزوجت مع هاد المراه كانت تعيط لي في التليفون تنقول لها ما تعجبنيش انا غادي نجيب معايا الخبز الحاجه اللي بغاتها تنحضر عليها. نهار وصلت دعاتني ما لقيتش باش نخلص في المحكمه مشيت تبع طوموبيلتي وكانت عندي طوموبيل اخرى كنت خدام بها بغيت ندير تا خطاب صافي بغيت نرجع
ولي طرخت من بلاصه للسواق وكذا وخلاوها الدواليه الدواليه الجندرم ديال سعاده كاوه. وهذا الشيء اللي الله انا راه الله اللي عالم فيها ماشي انا راه ما كرهتكمش توقفوا معايا حتى تشوفوا حالتك غادي تولي ماشي انا ماشي شرير ولا شي واحد خايب ولا انا من اطيب خلق الله والظروف هي اللي حكمت عليا اليوتيوب ديالي انا اللي حكم عليا هكا. انت يتيم يعني يتيم الاب يتيم الاب والام حيه الحمد لله الله يطول لها العمر ولكن ما امي عندها واحد العقليه تاهي مسكينه مريضه وعندها بغات تعيش هي وبنتها انا من الاول ديالي هكا شفتيني من الاول ديالي عايش بوحدي من الاول ديالي ناس تنحسد ناس انا دابا يقعدوا معايا في الاخر تيديرها وتيمشي لدارهم انا تنحسدهم وتنبقى مريح يا بوحدي ما الناس تبكي انا تنبكي الدم الله اللي عالم بيا داكشي اللي في قلبي انايا والامر لله. رشيد قلت لي بانك كنت عز العائلات عائلات كلهم كيجيو عندي يقسموا بالله العظيم راه مراه راه هي كاينه هي تتبيع راه هي لا كان ممكن تمشي تصور حداها وتسمع عطيتها في هذا العيد الكبير هذا انا ما معيدش عطيتها الضحيه لوجه الله راه هي مراه هذيك العيشه راه هي راه هي تتبيع الحرير راه الكذوب على الميت راه هي عطيتها الضحيه اقسم بالله العظيم كنت ما تنتخلى على حتى واحد وما تنفوت حتى شي واحد وربيتها لا هو اللي مطالع بيا وما تنعرفش الرزق منين تيجي كنتعامل تنعطي من المد ديالي ومرزقي وما تنعرفش الرزق منين تيجي اقسم بالله العظيم والحمد لله الحمد لله هذا ابتلاء من الله. يعني كيفاش درتي تفقدت هذا الشيء كل شيء دابا الانسان فاش تيوصل لواحد الحاله ديال التشتات ما باقيش تتعرف راسك اش تدير انا منين مشي منين وليت عايش بوحدي وليت ما بقيتش مسوق انا راه عندي مستقبل عندي مستقبل ولادي وعندي كذا وليت الناس تجوج المره الاولى المره الثانيه ما استقش لي وليت نقول انا كل شيء تنضحي على قبله انا ما كنت حتى واحد تيضحي على قبله فهمتيني نعم وليت نقول فين ما مش خسر الفلوس نشرب نديرهم في 16 ما تنكذب على حتى شي واحد الصراحه دابا الله يجعل البركه من كل شيء توبه لله سبحانه وتعالى قبل اي حاجه لله عز وجل ولا نطلع عليها على قلبي دابا غادي طارش هاد السيمانه وليت نقول واخا الموت تقول لي راه هي في البحر نحرق تقول لي الموت راه هي راه بغيتي تموتي ليه نحرق ما بقيتش نسوق عيطوا لي الدراري في الصحراء قال لي اجي وما الامر لله مازال ما بنتي ما محطوطاش في الحاله المدنيه لا كارت ناسيونال يلاه دفعتها وقفوا معايا تحيه لرجال الشرطه وقفوا معايا واحد الدري هشام وقف معايا مسكين قالت معايا راه هذا الكارت ديالي راه قربت نشدها ان شاء الله وراه هذا الشيء اللي عطى الله تعالى بيرمي مقبوض ليا في المحكمه حكمي لي محكمه ب 50000 ريال وخرجت بكفاله فهمتيني لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش تشوف حياتك دروك رشيد في هذا الشيء مي قررتي تتوب يعني تشوف بان الحرام ساهل دغيا طريقه ساهل دابا قلت لك انا واحد الكلمه اقسم بالله الذي لا جل جلاله الى بغيت دابا نخدم تندبر على ثلاثه الكوكوتات ونمشي نقطر محيه ونخدم بها انا ونخدم هنا ونصور لي فلوس نصور الفلوس ولكن هذاك الشيء ما باقيش بغيتو هذاك الشيء دمر لي حياتي دمر لي عائلتي دمر لي ولادي دمرني انا المصير ديال هذا الشيء حيت هذيك الطريق محدوده الطريق محدوده واخا تجري اللي جريتي راه محدوده واخا يكون عندك اللي كان عندك محدود هذاك الشيء الامر لله سبحانه وتعالى. نعم يعني دروك كيفاش تشوف تحياتك دروك رشيد دابا فشوف كنتي بخير كوخميل كنت وليتي تتبات مع الشمكاره اسمح لي على هذه الكلمه يعني وليتي تتبات مع الشمكاره وليتي تتفرج كرتونه باش نعس انا راه قلت لك يلاه بغيتك تشوف وطلعت في هذه البلاصه هذه اللي قلت لك انا تصور فيها انا حشم قلت لكم ليها انا فاش بغيت نطلع ولا البارح ليها ما لقيتش فين نعس طلعت ما لقيت ناس كل واحد وظروفه فهمتيني ورحبوا بيا والله الا رحبوا بيا عطاوني تليق وكيت حداهم ونعس حتى الصباح ومشيت عند واحد الدري ولت نقول انا هذا الشيء وليت غادي نهار على نهار غادي تنتكفل فهمتيني هذا الشيء فاش عيطت لكم اخويا وبغيت نصور راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه تسدوا لي البيبان في وجهي ما ولا تيبان لي الانتحار قلت لك ولا نكمل حياتي انسان يقول استغفر الله العظيم يعني على كلمه انسان شوف الحياه ما حدو الانسان في الحياه الا والرزق بطبيعه الحال عنده يعني دروك انت اشنو الامنيه ديالك رشيد بطبيعه الحال الامنيه دابا ديالي هو انا الحمد لله عندي اكسبيريونس بالحياه واحد عشت الحياه شد وتشوف انا عندي تجربه الحمد لله في طاشيفور بغيت نخدم طاشيفور
بغيت ندير شي فيها وشريه، بغيت شي واحد اللي يساعدني يشد بيدي، انا اللي بغاني ندير معاه التزام، ندير معاه اللي بغى. بغيت غير فين، بغيت انا نستقر فين نعود نحط الراس، ومجموع عليا نفقه، مجموع عليا بزاف قسما بالله العظيم. يا ولادي ولا البارح مشيت عندهم، يا ما لقيت حتى باش ما لقيت حتى باش نعطيهم. بنية قالت لي بابا علاش ما جبتيش ليا موليكا، ما لقيتش. وانا اللي كنت نمشي عندهم طوموبيل كيونهزهم ونديهم ونشري ليهم ونردهم بعزهم. ودابا وصلت هذيك الدرجه ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله غادي يكون خير سي رشيد ان شاء الله بحول الله. اذا كما تابعتم معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر، حنا كنا مع رشيد اللي يعني قرر انه التوبه بعد واحد المرحله ديال الحياه صعيبه. يعني غتعاود لكم يعني سمعتم من خلال هذا المباشر يعني التفاصيل ديال الحياه ديالو، يعني وكيفاش انه رشيد يعني قاس وعانى في الحرام، واللي يعني طريقه ما سهلاش، وفي نفس الوقت يعني تتوفر الفلوس وفلوس كثيره. رشيد تيشوف بانه الحياه ما يمكنش انها تبقى تستمر، خصوصا انا دوز فتره طويله. تفضل السي رجل. مراتي تتهددني، اقسم بالله العظيم كاينين الناس اللي ياكدوا لك هذا الشيء. هذا مراتي تتهددني تتقول لي عندي فيديوهات ديالك تتقرط فيهم الحشيش. هذه الزوجه ديالي. الزوجه ديالي تتقول لي بغيت نغرقك في الحبسه، غادي نغرقك. قلت لها اللي عجبك ديري ان شاء الله. شفتيني شوف الجزاء ديالي، انا اللي كنت نعيط لها بالتليفون تنقول لها ما تعجبنيش ما تديريش. والله العظيم والله شاهد وراقب على هذا الكلام. الله الذي شوف الله الذي يدير لك تويت الخير بطبيعه الحال سي رشيد. اذا على العموم متتبعينا، الرقم ديال رشيد متوفر من خلال هذا المباشر، الرقم ديالو الشخصي بالنسبه للناس اللي بيتساعدوا معاه اللي بيقدموا ليه الخير. لان رشيد كان بخيره وخميره، يعني كان بالسياره ديالو، كان بمشروع، وكان يعني واخا من داكشي تتبع طريق الحرام وما كانش مرتاح فيها. اليوم بعد ما قرر انه يتوب، وبعد ما انه دوز 11 سنه ديال الحبس، يعني عيا بغى يشوف الحياه بالنسبه له، بالنسبه لهذوك الوليدات اللي باقي عنده، يعني ربعه الوليدات واحد البنيه ما مقيداش في حاله مدنيه. تيشوف بانه الظروف ما مساعداش، وتيشوف بانه يعني كما تنقولوا الحيط ترمي الحيط. واخا انه كان بخير وبخمير وكان بظروفه زوينه، تنتمنى من خلال هذا المباشر صادقا انكم تساعدوا رشيد اليوم رشيد في امس الحاجه لكم، باش انه بدا انطلاقه جديده، لانه تاب ويعني بيدير مع اي واحد اي خطوه يمكن يديرها باش انه يبدا حياه جديده. تنتمنوا انه ان شاء الله نشوفوا رشيد انه بشي خدمه، وانه مرتاح، وانه عايش مع وليداته مستقر وفرحان بحالنا بحال اي مغربي في هذا البلد. هذه ما بقى لي الا نشكركم، شكرا لكم وتحياتي لكم متتابعينا من خلال هذا المباشر.